من مبدعي لبنان بالخارج وتحديدا بالولايات المتحدة الشيف فيليب مسعود، وهو مالك أحد أكثر مطاعم الشرق الأوسط رواجا بنيويورك، مطعم إليلي. هالمطعم اللي بيزور يوميا عشرات الزوار لتذوق أطيب الأطباق العربية له قصة جميلة. كيف تأسس؟ من استقبل؟ وشو المشاريع المستقبلية؟ هالأسئلة بجاوبنا عنها صاحب مطعم إليلي الشيف فيليب مسعود مباشرة من نيويورك بالولايات المتحدة عبر سكايب. أنا بدي رحب فيك شيف فيليب مسعود. ميرسي كلك زو، اهلا وسهلا. طبعا بالبدايه بدنا نعرف اليوم المشاهدين على مطعم إليلي. كيف تاسس هالمطعم؟ قبل ما احكي اليوم شو الاطباق اللي بيقدمها، لمين موجه هالمطعم، فكره إليلي اليوم وكلمه إليلي اسم هالمطعم شو قصتها؟ هو المطعم، فكره المطعم بلشت اول نهار وصلت على امريكا بال 85، كان عمري 14 سنه، واول تجربه للاكل اللبناني او الشرق الاوسطي اللي كان عندي اياها بنيويورك كانت يعني كانت ما كانت حلوه، لانه الاكل كان زايح كثير عن طعمته الاصليه. وقررت من انا وصغير اني كنت عم جرب اعمل مطعم لبناني، وكفيت درسي وتما نطول كثير على المشاهدين. بالسنة 2005 كتبت البزنس بلان تبعي، لمينا تقريبا 5 مليون دولار، المطعم تقريبا 1000 متر مربع، وفتحنا بال 2007. بس ما بلش الكولابس تبع الفاينانشال سيكتور، يعني كان تقريبا اخر العالم عم ببلش، يعني لانه يعني كانوا الشركات عم بتسكر، انتم بلشتوا. مزبوط ما في شك. وكنا مبلشين كان عنا 60 موظف، اليوم عنا 140 موظف ومنطعمة تقريبا 3000 شخص بالجمعة. شو السبب اليوم وراء اسم المطعم إليلي؟ من وين إجا هالاسم؟ هو صراحة أنا بحب كتير الأرقام، وحبيتها للكلمة لأنه بتنقرأ من الميلتين، والكلمة هي جاية من قليلي، يعني من مرة لمرة أما من رجل لمرة، وهي عن يعني قليلي عن تاريخك، عن قصتك، إنه يعني اسم المطعم هو اللي عم بخبر خبريته حكايته. اكزاكتلي. وهلا نحن بررنا قليلي عائليلي لأنه شفناها حلوة، وما كنت حابب أنا سمي المطعم اسم تراديشنال، يعني لانه المطعم يعني عمرناه لنكون همزه وصل بين ال نقلته اليوم الشرق الاوسط الى داخل الولايات المتحده بهالمطعم. هيدا ايه، بس بلا ما نكون كتير ضاغطين، يعني انه ما منه مطعم فيه رأس عربي. اما مش حفظته على خصوصية البلد اللي انتو فيه، ولكن التيم تبعوله اليوم الاطباق هي الشرق اوسطية. ما في شك. وهو المطعم انفتح لسوق نيويورك لا يلي عايشين بنيويورك. اذا اليوم بدي احكي اليوم عن إليلي، انا اليوم مين ابرز الشخصيات اللي زارتكم بالمطعم؟ هل في وجوه اليوم معروفه، ممثلين، مسؤولين، اجوا سيلبرتيز طبعا، اجوا وتذوقوا اليوم الاطباق اللي بتقدموها؟ بيجينا كثير سيلبرتيز ونحن نحكي عنهم، بس فينا نحكي عن يلي انكتب بالجرايد، يعني ما في شك. يوما ما فات الرئيس كلينتون ومرته كشخصيات عاديه، يعني فاتوا ما كنا مستنزلين انه يجوا، وحتى ما كنا عارفينين انه كان في السيكريت سيرفيس بالمطعم تيتاكد من يعني حمايه خاصه، يعني حمايه سريه. نعم، جهاز الامن السري التابع لرئاسه الجمهوريه. مزبوط. واجى تعشى، ووقتها انا كنت عامل فند ريزر للايرثكويك تبع هايتي. تبرع الرئيس وقتها. ايه، ولمينا 80,000 دولار وقتها، بعت لي مكتوب من البيت الابيض تيشكرني على هال. قديش اليوم في شغف، في ربما تحدي انه انا اللبناني اليوم بالولايات المتحده عم يتغدى وعم يتعشى الرئيس الامريكي اليوم بمطعم انا اسسته؟ ما في شك، هي يعني اتس ذا بيجست ستامب اوف ابروفل، يعني شو بدك اكثر من هيك؟ يعني هلا ما في شك، انا عشت بلبنان لحديد ما كان عمري 14 سنه، وبقيت حياتي كامريكاني، يعني انه
بالنسبة يعني كان شرف من الميلتين. هل معقول نقدر نشوف بالمستقبل القريب المتوسط البعيد، مو بقدر نشوف اليوم إليلي ببيروت مثلا؟ ما في شك أنا كنت بفتح بكرة، بس بدنا هالسياسيين يفيقوا ويزبطونا هالبلد. يعني ما في لبناني عايش برات لبنان ما بيتمنى ينقل استثماره للداخل ربما. ما في شك ما في شك، يعني انا هيدا بيكون يعني بتكون كملت المشن تبعيتي، وغير انه هلا كمان عم جرب اعمل انيشيتيف لانه بدي جرب جيب تلاميذ متخصصين بالفندقيه وبالسياحه. نعم. تجرب اعمل بروجرام يجوا يعملوا تريننج عندي بنيويورك، وقدر ساعدهم بركي ليقدروا يحسنوا السكيلز تبعهم. وعم جرب احكي مع وزارة الخارجية الأمريكية تنشوف كيف فينا نعمل بروجرام للفيزايات لنقدر نجيب ليصيروا متمرنين ويقدروا يكسبوا من الخبرة اللي أنتوا عم بتعشوها اليوم فيكم تقدموها للبنانيين. على الصعيد الشخصي منعرف أنه شاركتوا بعدة لجان حكم بعدد من المسابقات من وشاركته أيضا بتصميم أو وضع اللمسات على بعض المأدوبات يعني طاولات الغداء عند مسؤولين سياسيين ومشاهير وإلى ما هنالك. شو بعد اليوم أنتم بتعتقدوا ما عملتوه بالمسيرة تبعكم؟ بتقولوا أنا اليوم بعد بالأشهر والسنوات المقبلة في بعد هيدي النقطة ما عملتها. الله ما في شك جتنا نحن هلا أورد كتير مهمة، ونحن بعد ما زعنيها بس رح بعطيكم السكوب. نعم. نحن أول مطعم شرق أوسطي بالعالم بيكسب جائزة الستار دايموند أورد. إذا بدك رح أفرجيك إياها. And that's the most prestigious award that we were able to win. And يعني هيدي جائزة للبنان. هاي جايزة اليوم لمبدع من لبنان، لقصة نجاح من لبنان اليوم تجسدت بمطعم إليلي ومعك شيف. هذا شيء بيشرف كل لبناني اليوم شيف فيليب مسعود. Thank you. بخصوص the next objective، ما في شك انه لازم مطعم لبناني ياخذ جايزة ميشلان. وعندي عم نختبر نحن بكم كونسبتس عم ندرسهم تنقدر بركي نجيب هالجائزة كمان. نعم. بدي زيد شغله. تفضل طبعا. كمان ما في شك انه بيجينا الفخر الكبير انه كمان استقبلنا رئيس جمهورية لبنان ميشيل سليمان. نعم. بال 2013 وهالسنة استقبلنا رئيس الوزارة رئيس تمام سلام. فكمان طبعا بالغدا اللي صار على هامش اجتماع الأمم المتحدة، طبعا جلسة الأمم المتحدة كان توجه وتغدى عندكم، والصحف كلها والإعلام العربي والدول تحدث عن هالزيارة والغدا اللي كان فيه مع وفد وزاري، طبعا الوفد اللي كان بيشاركوا بهالزيارة بالولايات المتحدة. أنا قبل ما أختم معك أستاذ فيليب بدي منك رسالة اليوم لأي لبناني بالعالم عم يحضرنا اليوم، مستثمر، رجل أعمال، قصة نجاح، شو رسالته للداخل اللبناني، لأي شخص بعده عايش بلبنان وعم يشتغل بلبنان، وشو رسالة فيليب مسعود اليوم لأي شخص لبناني عم يشتغل بالخارج وعم ينجح بالخارج؟ رح بحكي بالإنجليزي. Don't give up on your dream and don't do anything unless you want to be number one. Because يعني ما تستسلموا أمام أحلامكم اليوم، وما تستسلموا قبل ما تكونوا الرقم واحد. مزبوط. نعم. يعني أنا بدي أتشكرك الشيف فيليب مسعود صاحب ومؤسس مطعم إليلي بنيويورك. أنا بدي أتشكرك والوقت اللي عطيتنا إياه طبعا عبر سكايب عبر MTV Business Channel. شكرا لك. Thank you. شكرا لك. Bye bye. وطبعا قصة نجاح إليلي هالمطعم اللبناني بالاغتراب هي قصة من قصص لبنان بالخارج، قصة نجاح العديد من اللبنانيين اللي ما زالوا عم بيأكدوا يوم بعد يوم انه ليسوا فقط حصة من حصة الاقتصادات الخارجية بل حصة أساسية بالعديد من القطاعات بالخارج. لهم وصل نهاية الفقرة، الملتقى بيتجدد مع قصص نجاح جديدة عبر MTV Business Channel بفقرة بيزي. تابعونا.